السلام عليكم ورحمة الله. إخواني المسلمين، أخواتي المسلمين، أول حاجة قبل ما نبدأ نطلب منكم تهزوا كفوفكم السماء، ادعوا الله سبحانه وتعالى باش يحرر فلسطين والقدس. هذه رسالة بنوجهها للشماتة رئيس أمريكان حاليا الشيباني الهارف الشارف، على ما تيقولش المثال اللي الشرف تيهرف تبدا يخرف. اللي بغيت نقول اسمع الشماته، عرفناك تا يهودي قح، ولكن ما تنساش حنا راه عرب مسلمين قح اكثر منك. انتم اصلا ما عندكم لا فصل لا جذر، لا اصل لا فصل. انتم عش ميت، سمعتوا اليهود؟ نسيتوا دخلتوا القدس وفلسطين عريانين وحفيانين، وليتي تدرك تبى تقول القدس عاصمة إسرائيل. إين إسرائيل؟ وما عندي المكلة فصل أصل. واش تا في أمريكا اش وصلك تا شي فلسطين؟ واش الشماتة؟ السكيري؟ يا من تتسكري تتولي بحال البعلوك. واش الشماتة؟ أما كنت نهضر، ولكن أنت عندك شوية مع الإعلاميات واش يدير الفيس؟ هذا راه موجه ليك أنت يا رئيس أمريكان. يوجه الخنزير. السلام عليكم. تنحرتو في الفول حقا ما حقا اسرائيل، واش هادي حلمتيه ولا شنو؟ لا طاح لك من السما كي قول لي كي درتي تبان لك تجاك هاد الوحي ديال العاصمة ديال عاصمة فلسطين هي القدس، هي عاصمة اسرائيل. يا وش الشماتة يا السكيري، بالله ثم بالله، وصلني ندوز لك تنحيدك فوق الارض. ماشي غادي نحيدك انا مره باش تهني، انا نبدا نقطع لك الطراف ونعطيك تاكل من لحمك، نشوي من لحمك ونعطيك تاكل حتى تتمي راسك انت. شمات على الاخر، لا حول ولا قوه الا بالله. انا كنطلب من الله سبحانه وتعالى، ما كنطلبش المرض، لان المرض غتبقى حتى يعذبك حتى تموت. كنطلب من الله النسيان، تنسى اصلك وفصلك، وتنسى انك عندك الاولاد، وتنسى انك يهودي، وتنسى انك فهمتي تولي ضيع في الزناق والبرد يقرص فيك، فهمتي؟ بغيتك تولي متشرد من عند الله سبحانه، وبغيت امك تعذب وتسيري حفيان ان شاء الله بجهد الله. يا الشماته يا السكيري، الله ينعل الحمار تاع ابوك.